إذا نتحدث عن طبقات شعراء الإمارات فسوف نجد أن هناك طبقة أولى التي يتزعمها بلا شك المايدي بن ظاهر، يأتي بعد ذلك بن محين الشامسي، يعقوب الحاتمي، أحمد بوسنيد، بن زنيد، محمد مراس المطروشي، وفتاة العرب. هذا الصف الأول نجد أن لا والشعر طبعا راشد الخضر، لا نجد لدى هؤلاء الشعراء قصيدة واحدة يمكن أن نسميها ضعيفة أو عادية. كل قصيدة هي ديوان يحمل العديد من الحمولات الثقافية المعرفية الفكرية إلى جانب الثقافة الشعبية. طبعا تبين لنا عمق ثقافة فتاة العرب، ثقافتها التي استقتها من مصادر عدة. أول مصدر من المصادر الذي تعلمت عليه على يدك في الكتاتيب هو القرآن الكريم، لذلك تحيل لنا العديد من قصص الأنبياء في قصائدها، آنوح تشني في بحر نوح وغيره من الرموز التي تتناولها من القصص القرآنية للأنبياء والرسل وغيرها.